رقصة فلكلورية أندونيسية تشارك بها الراقصات في إحياء الذكرى 76 لاستقلال أندونيسيا. فنوسانترا ليست رقصة للترفيه فحسب، بل مرآة تعكس مظاهر التنوع الفني لدى سكان الأرخبيل. كما تشاهدون، أرتدي الزي التقليدي الأندونيسي الذي تحمل كل قطعة منه رمزية ثقافية معينة. كما سأقوم بتقديم عرض موسيقي يمثل جزءاً من الهوية الثقافية للبلد. ويتفنن عبد الفتاح في إحياء موروث موسيقي عريق من خلال العزف على هذه الآلة الموسيقية التقليدية، والتي تعد مزيجاً مختلطاً من مجموع الثقافات التي مرت على أندونيسيا على مر العصور. هذه آلة الموسيقية تأتي من منطقة جاوة. هناك غندانغ أو دربوكا كما جزائري كما في الجزائر، وهناك غونغ، وهناك سارون وباكينغ، وهناك تاني تيكريك. من خلال اللوحات المعروضة تستطيعون السفر إلى أندونيسيا واكتشاف ملامحها الجميلة والتعرف أيضا على الزخم الثقافي الذي تتمتع به. وإن فرضت الجغرافيا منطقة الجزر المتناثرة، فإن الثقافة جمعت مفردات موروث حضري جسدته هذه اللوحة الفنية.